علشان تعرفون رحلتنا. السنة هذه ما نبي احنا غير الكاس. هذا حافز كبير بالنسبة لنا كلاعبين، فينا روح قتالية. التيم كله مستذبحي بالبطولة، فأنت لما تدش مباراة تحط جول جولين وثلاث وأربعة مكافأة. راح تشوف 11 واحد يستذبح حق الثاني بالملعب. في ناس قاعد تقول يا جماعة هذه جامعة. أي جامعة؟ أي اللي قاعد يصير مو قاعد يصير مو جامعة، اللي قاعد يصير أكبر من جامعة. لا لا، ما كنا مباراة نهائي فريق جامعات. أنت تبي تبين حق خصومك الباجي إن ترى كاست موجودة. حاشتنا ثلاث إصابات. لعبوا أجرسيف وشحن لاعبين بزيادة. أي فريق يدش ضدنا وخايف إنه قاعد نفوز إحنا فرق. راح تشوف فرق كبير جدا. شنو اللي عنده فيتة حبيبي؟ الكاست موجودين. يعني تخلي اللي حوالينا كلهم يحسبون لك ألف حساب. قاعد أشوف الخوف بعيونهم من أول دقيقة.